أهلا بكم. بات نظام المخزن على فوهة بركان العدالة البلجيكية وفي مرمى المؤسسات السياسية للاتحاد الأوروبي بعد قرار النائب الأوروبي السابق الإيطالي بيير أنطونيو بانتيريز الرقم واحد في فضيحة فساد البرلمان الأوروبي إفراغ خزانة أسراره بعد اتفاقه مع العدالة البلجيكية على التعاون مقابل تخفيف العقوبات التي يتوقع تسليطها عليه بسبب الفساد السياسي. التحقيقات الأولية في الفضيحة كانت قد كشفت عن توريط جهات رسمية مغربية نوابا أوروبيين في فضائح فساد سياسي مقابل الدفاع عن مصالح نظام المخزن في البرلمان الأوروبي. رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا وللحد من هذه الفضائح تعهدت بإجراء إصلاحات لمكافحة الفساد والتأثيرات الخارجية على المؤسسة. فإلى أي مدى ستتأثر الهيكلة القانونية للمجلس الأوروبي وهيئاته بما فيها المفوضية الأوروبية بفضيحة الرشاوى؟ هل خسر المغرب بهذه الفضيحة المعركة القانونية والسياسية والأخلاقية في نزاعه مع جبهة البوليساريو؟ وهل ستفضي تحقيقات العدالة البلجيكية إلى أزمة سياسية بين المغرب والاتحاد الأوروبي؟ بكم جديدا. لا يزال غسيل فضيحة ماروك جيت ينشر على الملأ، خاصة وأن المتورط الرئيسي في هذه الفضيحة عضو البرلمان الأوروبي السابق أنطونيو بانزيري وقع ما يسمى باتفاق التوبة وتعهد بكشف المزيد من التفاصيل حول مشاركته في فضيحة الفساد التي هزت أركان البرلمان الأوروبي التي كان وراءها نظام المخزن المغربي. لمناقشة حيثيات هذا الموضوع مشاهدينا نرحب من باريس بالإعلامي الصحراوي علي إبراهيم، ونرحب بالأستاذ الكونتي بلا ممثل جبهة البوليساريو في تمثيلية الجبهة لدى الاتحاد الأوروبي. أهلا بكم ضيفي الكريمين، وقبل الخوض في النقاش نتابع هذا التقرير. قبل أن تكشف كل تفاصيلها، فضيحة ماروك جيت تعري النظام المغربي من جديد، وقد ظهر للعالم كيف جند المخزن نوابا في البرلمان الأوروبي لصالحه دون مراعاة سيادة الدول ولا مؤسساتها المنتخبة. بعدما أقر بتوقيعه اتفاقا مع المغرب لتغيير قرارات مهمة مقابل وعد بالحصول على مبلغ 50,000 يورو، النائب الإيطالي السابق في البرلمان الأوروبي بيير أنطونيو بانزيري يوقع ما سمي اتفاق التوبة، مبديا استعداده التعاون مع السلطات البلجيكية للإدلاء ببيانات جوهرية بخصوص التحقيق. بيان مكتب المدعي الفيدرالي البلجيكي ذكر أن وثيقة توبة بانزيري تضمنت أيضا تعهدا منه بكشف تفاصيل مهمة في الفضيحة كطريقة عمل حلقة الفساد والاتفاقيات المالية وهوية أصحاب المصالح والضالعين في تقديم الرشاوى. خلال الساعات الأخيرة اتسعت قائمة المشتبه بهم لتشمل نائبين جديدين هما الإيطالي أندريا كوزولينو والبلجيكي مارك ترابيلا، مع بدء البرلمان الأوروبي إجراءات رفع الحصانة عنهما تمهيدا لإحالتهما على التحقيق. وسائل إعلام بلجيكية نقلت بالتزامن شهادة النائبة السابقة أنا غوميز أكدت من خلالها أن بانزيري كان يشتغل لصالح نظام المخزن
وأشارت إلى أنه حاول إغراء نواب أوروبيين برحلات مدفوعة بالكامل، وقد أسس شبكة داخل البرلمان الأوروبي على مدار 15 عاما. فضيحة ماروك جيت بقدر ما أساءت إلى سمعة نواب البرلمان الأوروبي، كشفت أن نظام المخزن لا يتوانى في توظيف كل الأوراق غير المشروعة للتأثير على أوروبا بمحاولات يائسة لتشويه صورة جبهة البوليزاريو من خلال مخطط ممنهج من لوبي مغربي أوروبي. أبدأ معك مباشرة الأستاذ علي إبراهيم. بانزيري المتهم رقم واحد في فضيحة البرلمان الأوروبي قرر إفراغ خزانة أسراره، ما الذي تعنيه هذه الخطوة؟ أولا مساءكم سعيد. بالفعل تابعنا أن المحامي النائب بانزيري أكد على أن موكله في أثناء التحقيق وما يسمى توقيع وثيقة التوبة مع المكتب مع السلطات البلجيكية، أعتقد على أنه عندما أوضع لي لوحده أمام مواجهة القضاء وتنص المغرب كما عهدنا دائما على أن المغرب تنصل من تورطه في هذه الجريمة، وبالتالي ترك هذا الشخص لوحده يواجه القضاء بأدلة دامغة، وبالتالي أعتقد على أن هذه المعطيات الجديدة ستغير المعادلة داخل القضاء البلجيكي، لأنه في الوقت السابق كان هناك التحقيق على تأكيد التهمة أولا، وعندما اعترف هذا المتهم الأول والرئيسي الذي قال موكله على أنه يعتبر نفسه أحد زعماء هذه المنظمة الإجرامية ولكن ليس رأس هذه المنظمة، وبالتالي هناك أشخاص آخرين أكبر منه مكانا سواء سياسية أو غيرها، نعم، متواجدين في هذه المجموعة. وأعتقد على أنه توقيع هذه اتفاقية التوبة يعني فتح الباب لمواجهة المغرب، كما أنه المحامي قال على أنه هناك المغرب وقطر متورطان في هذه الجريمة، كما قال على أن هناك دولا أخرى متهمة، ولكن حفاظا على سرية التحقيق لا يجب الخوض في ذلك، وهذا يشير مباشرة إلى أن هناك أطراف عديدة ستسقط في هذه الجريمة مع تواصل التحقيق الذي يقوده القضاء البلجيكي على مستوى بروكسل. طيب الأستاذ علي، بإشارتك إلى أن هذا التحقيق سيفتح الأبواب على المغرب، يعني ما السيناريو المتوقع، وهل تتوقع أن تظهر أسماء جديدة في هذه التحقيقات؟ بالتأكيد، لأنه هذا الشخص الذي متهم تم توشيحه بوسام من قبل القصر الملكي، وعند تصريحات مباشرة عقب تلك المسرحية التي تم خلالها توشيحه بالوسام، هناك مسؤول مغربي أكد على أن هذا الشخص يتم توشيحه لتقديمه خدمات جديدة لصالح المغرب داخل أوروبا، وهذا في الحقيقة إدانة مباشرة من المغرب متورط بشكل مباشر. أعتقد على أن هناك مسؤول مغربي وهو السفير أحد السفراء متورط بشكل مباشر لأنه هو من قام بالعملية، وهناك من يشير كذلك إلى أنه أشخاص في جهاز استخبارات المغربي، والكل يعلم على أنه السياسة الخارجية المغربية لا تقودها الدبلوماسية المغربية عن السفارات أو عن غيرها، تقودها الأجهزة الاستخباراتية المغربية وما تسمى بين قوسين مكتب دراسة إلى غيره، وبالتالي أعتقد على أنه عملية الرشوة هي فعل يعاقب عليه القانون البلجيكي القانون، وبالتالي تورط مسؤولي المغاربة سيحيل مباشرة إلى اللجوء وجلبهم إلى القضاء في أوروبا، أو يقوم المغرب كما فعل دائما أنه يقوم برفض هذه الخطوة والمرور إلى محاولات الابتزاز وغيره، كما قام يوم أمس وزارة الخارجية المغربية أصدرت بيان تقول على أن هناك جهات خارج الاتحاد الأوروبي هي من تقوم بهذه العملية وهو العكس. طيب الأستاذ، نعم الأستاذ علي إبراهيم ابقى معنا، نعم سنعود لك بعد قليل. الأستاذ الكونتي بالله، أهلا بك مجددا معنا في برنامج نبض العالم. التحقيقات تدخل مرحلة جديدة باعترافات بانزيري، ما السيناريو الأقرب بالنسبة إليك، وهل تعتقد أن تظهر أسماء جديدة في هذه التحقيقات؟ أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة. في الحقيقة القضية كأنها لا زالت في بدايتها، والمفاجآت تأتي كلما مر. الآن تم طلب رفع الحصانة عن أندريا كوزولينو النائب البرلماني الإيطالي، وعن النائب البلجيكي مارك تغابيا،
وهكذا شيئا فشيئا تتكشف الشبكة التي وصفتها التحقيقات بمنظمة إجرامية يديرها المغرب. وبطبيعة الحال بإجابة على سؤالك، ستكون هناك يعني اكتشافات جديدة غير سارة بالنسبة للمغرب، ولربما تنفي الفردية التي يدفع بها الأوروبيون، والتي توحي بفكرة أن المؤسسة في حد ذاتها ليست منخرطة بذلك الحجم الذي قد يظنه البعض في هذا الفساد الكبير، لأنه لربما قد يكون هناك مجموعة من النواب البرلمانيين أكثر مما يتصور البعض متورطين في هذه القضية، التي أذكر مستمعيكم الكرام أنها قضية جنائية، والآن باتفاق التوبة التي وقعه أنطونيو بانزيري لا شك أن هناك اعترافات مهمة ستكون هناك على طاولة القضاء البلجيكي. طيب الأستاذ الكونتي، ما حجم تأثير هذا الاعتراف المنتظر أن يقدمه النائب بانزيري على مسار العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي ومسار القضية الصحراوية؟ أولا، كل ما يقوم به المغرب في هذا الاتجاه وبالأساليب المدانة هذه هي لها هدف أساسي، وهو وأد القضية الصحراوية على المستوى الأوروبي. وبالتالي فهكذا فضائح هي في الحقيقة هزيمة أخلاقية أولا وقبل كل شيء للنظام المغربي، وثانيا هزيمة قضائية إذا ما تمت الإدانة القضائية للنظام المغربي، تليها من دون شك هزيمة سياسية، والتي ستظهر فيما يتعلق في الأزمة السياسية ما بين الاتحاد الأوروبي كمجموعة ولربما بعض دوله منفردة مع المغرب، وما يترتب عن ذلك من سوء سمعة المغرب لدى الهيئات والدول وحتى الأفراد. طيب. أذكر أن نعم تفضل أستاذ، أنا معك. نعم، أذكر أن هذه القضية لها خصوصية يجب أن نذكر بها. المغرب له يعني نوع من التقاليد في العمل مشينة ومدانة، ولكن ما دام ليس هناك تلبس بالجرم فإن الدول تتستر عليه في الحقيقة. طيب الأستاذ الكونتي بلا، ابقى معنا. وفي هذه النقطة أتوجه بسؤال إلى الأستاذ علي إبراهيم بخصوص هذه الممارسات المنتهجة من قبل المخزن والمشينة لنظامه، يعني هل هذه الممارسات المنتهجة تنم عن ضعف نظامه، وهل لهذا علاقة بما يحدث في الداخل المغربي اليوم؟ بكل تأكيد، عندما فشل المغرب في إقناع الأوروبيين وإقناع الغرب بسياسته وعلى أنه يعني بلد ديمقراطي وغيره، عندما فشل في هذا الجانب التجأ إلى الابتزاز ومع الرشوة وغيره. كنا نتابع جميعا على أنه في أزمة التي وقعت بين إسبانيا والمغرب، يعني باشر المغرب مباشرة باستخدام الأطفال القصر في حديث سبتة، وكذلك يعني فتح الباب أمام آلاف المهاجرين من أجل اجتياح مدينة سبتة. وكذلك حتى في أوراق التطرف يستعمل المغرب هذه الورقة من أجل الضغط على 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 على, على الأوروبيين لمسايرته في أولا في أطماعه داخل الصحراء الغربية، أطماعه الاستعمارية، ومن جهة أخرى كذلك في يعني ممارسة القمع على المواطنين المغاربة، وكذلك أساليبه السيئة. وأريد أن أشير هنا في هذه النقطة إلى أنه المغرب يعني أثبت بالدليل على أنه فشلا ذريعا في تمرير خطاباته وسياسته للغرب، وبالتالي لجأ إلى شراء الذمم، وهذه جريمة متكاملة الأركان. هناك أدلة واضحة، وهناك يعني متورطون أكدوا أن المغرب قدم رشاوى إليهم، وإلى إضافة إلى ذلك على أن المغرب يحاول الآن يعني ألعب ورقة الصمت
قبل يعني مباشرة العودة إلى أوراقه القديمة جدا وهي الابتزاز عن طريق الهجرة وغيرها من الأوراق التي ابتزها المغرب. بالتأكيد على أنه من يلجأ إلى هذا الأسلوب هو من فشل في العمل الدبلوماسي والسياسي، والمغرب ليس له ما يقدمه إلى الغرب سوى هذه الأشياء التي أصبحت دخيلة على المؤسسات الأوروبية، وهو الرشوة والابتزاز وغيره من الأشياء التي أصبحنا ننظر إليها وبطاعة الحال ستعطي صورة يعني سيئة عن أوروبا. يعني الكل يعلم على أن البرلمان الأوروبي كمؤسسة تشريعية تقوم يعني تقوم على 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 على, على مراجعة سياسة أوروبا بشكل عام. وعندما تكون هذه المؤسسة مخترقة للأسف من طرف خارج هذه المنظومة الأوروبية، هذا في الحقيقة يعد إساءة لأوروبا. وكما قلت على أن المغرب ليس لديه حليف، عندما قام المغرب بشراء باقتناء عفوا برنامج تجسس بيغاسوس قام بالتجسس على فرنسا، مسؤولين فرنسيين، ونحن نعرف على أن فرنسا هي بين الدول الداعمة للمغرب، وكذلك على مسؤولين أوروبيين. ونحن نعرف جميعا على أن أوروبا وفرنسا تحديدا وإسبانيا إلى ذلك من بين الدول الداعمة للمغرب داخل أوروبا، ولكن المغرب للأسف عندما بدأ في التجسس بدأ على حلافه، وبالتالي المغرب أعطى النموذج الحقيقي على أنه دولة مارقة، وكل من يتعامل معه يجب وضعه تحت مجهر التحقيقات وحتى تحت مجهر القضاء. طيب الأستاذ الكونتي بلا، إذن المغرب في ورطة اليوم بسبب هذه الفضيحة، فضيحة البرلمان الأوروبي، فما مصير القرارات التي اتخذت لصالح المغرب بفعل المال الفاسد في هذه القضية؟ طبعا لا بد من أن تقوم أوروبا بوقف مع الذات فيما يتعلق بالقرارات التي اتخذتها ضد الشعب الصحراوي والتي جعلت من الصحراويين ضحايا جدد. أتذكر في هذا الصدد أن المراسلات التي نشرها كريس كولمان، كان النظام المغربي متخوف من تقرير النائب البريطاني آنذاك شارل تانوك فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وأنه كان يعتمد على أنطونيو بانزيري في تخفيف وطأة هذا التقرير. كما نتذكر جميعا أن النائبة البرلمانية باتريسيا لالاند كانت قد قامت بتقرير للبرلمان الأوروبي منحاز جدا للمغرب وبكل فظاعة، وتمت إدانته آنذاك من طرف الجمعيات المتابعة لهذا الشأن. ونعرف أيضا أن باتريسيا لالاند كانت عضوة في منظمة أوروميدا، الجماعة الضاغطة والتي تتبناها مكتب الجماعة الضاغطة نولتون، وكل هذا كان بالفعل، وهو ما نقوله ونؤكده، قد ساهم بصورة سيئة في دفع المفوضية الأوروبية والاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ قرارات مشينة أخلاقيا ومعاكسة للأعراف الدولية، والتي كان من ضحيتها أساسا الشعب الصحراوي، وليس فقط الشعب الصحراوي ولكن الصحراويين كأفراد فيما يتعلق بحرياتهم التي يقمعها المغرب كل يوم. طيب الأستاذ الكونتي، في ظل هذه الفضائح إلى أي مدى ستتأثر الهيكل القانونية للمجلس الأوروبي وهيئاته بما فيها المفوضية الأوروبية بفضيحة الرشاوة؟ نتذكر جيدا أن القضية الثانية والقديمة التي تعرض فيها المغرب إلى مخاطر العدالة كانت أثناء اغتيال المهدي بن بركة آنذاك، ومما جعل في الحقيقة الرئيس الفرنسي آنذاك أن يصف الحسن الثاني بأقبح النعوت التي لا يمكن لشخص أن يتفوه بها، شخص عادي فأحرى برئيس دولة. ونتطلع أيضا إلى أن الاتحاد الأوروبي في وقفة مع الذات وفي صحوة ضمير لا بد له أن يعاقب المغرب على ما قام به، لأنه الأمر يتعلق بالتدخل السافر والمشين في الشؤون الداخلية للدول الأوروبية. طيب معذرة الأستاذ كنت لم يتبقى لي الوقت، سأعود للأستاذ علي إبراهيم. أي إجراءات يمكن أن تعود أو أن تعيد للبرلمان الأوروبي الثقة التي اهتزت به مؤخرا بفعل هذه الفضيحة المدوية في أقل من دقيقة من فضلك؟ أعتقد على أنه من واجب الأخلاق على الأوروبيين مباشرة يعني إعادة جميع مراجعة جميع الاتفاقيات التي تربط المغرب
الاتحاد الاوروبي، وخصوصا ما يتعلق بها بالصحراء الغربيه، وهم اتفاقين الصيد وكذلك التبادل التجاري. اعتقد لان هذه الاتفاقيه خضعوا الى عمليه الابتزاز هذه والرشوه التي موجوده الان امام القطاع، ومن واجب الاخلاقي واعطاء صوره على ان هناك فعلا محاوله تغيير ومحاوله تصحيح الاخطاء والاعتراف بالخطا ان يقوم مراجعه هذه الاتفاقيات بناء اولا على الحقائق التي خلصت اليها المحكمه العدل الاوروبيه، وكذلك بالاعتماد على القانون الدولي الذي يصنف الصحراء الغربيه كاقليم غير لم يتم بعد استكمال تسويه الاستمرار فيه، وبالتالي يجب كذلك كما قالت المحكمه يعني اذا كان هناك نيه الى تطبيق القانون ان يتم اشراك جبهه البوليساريو كطرف ثالث باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي الذي لديه السياده. شكرا لك الاعلامي الصحراوي علي ابراهيم من باريس، كنت معنا عبر خدمه سكايب، وكل الشكر لك الاستاذ الكونتي بيلا ممثل جبهه البوليساريو في تمثيليه الجبهه لدى الاتحاد الاوروبي. والى هنا مشاهدينا ياتي ختام عدد اليوم، نلتقي غدا بحول الله، الى اللقاء.